أسوأ شخص وأنت لا يمكن إحنا نقول أنت على غلط. طيب أنت بتعدي على الناس. نعم. أنت تشتي سلطة بقوة السلاح، تشتي مشاركة بالدولة بالرصاص. كان يعرفهم جيدا ويدرك حقيقة مشروعهم، وكان الحارس الأخير لبوابة الثورة والجمهورية مرابطا بالقرب من رأس حربة الملكية المتأهبة لإعادة البلاد للوراء أكثر من نصف قرن. ولهذا كان هدفهم الأول، هاجموه خلسة في مقر اللواء 310، أجلسوه على الكرسي وأطلقوا على صدره مئات الرصاصات النارية، وعلى الفور مباشرة خرج قاتله مرتبكا ليؤكد إلى قيادات الجماعة: لقد قتلت حميد القشيبي، كما تكشف تسجيلات مكالمات مسربة أذاعتها قناة الجزيرة. بعد أكثر من عامين تعود إلى السطح التفاصيل المخفية عن الحادثة، وينكشف القناع عن الجناة الفعليين، وهذا المدعو عبد الله الحسني ومعه أبو محمد الرازحي هما المنفذين للعملية بإشراف مباشر من أبرز القادة العسكريين للحوثيين، يوسف المداني والقيادي علي أبو الحاكم والمدرجي اسمه ضمن قائمة المطلوبين من مجلس الأمن الدولي. في التسجيلات يصدر القاتل قهقهة زائفة ويظن بأنه قد حقق نصرا لأنه قتل القشيبي، لكنه لم يكن يعلم بأنه سيفتح بعد فعلته هذه النار على صدور اليمنيين جميعا من خلال حرب وفوضى عبثية وجدت نفسها الميليشيا في ساحة مفتوحة لإفراغ جنونها في كل مكان بعد أن نهبت سلاح الجيش ومقدرات الدولة. الأخوة بتواطؤ من وزارة الدفاع والمخلوع صالح والحوثيين تم ترتيب جريمة إعدامه بعد إعلان وزارة الدفاع عن وقف العمليات القتالية في اللواء 310، لكن القتلة كانوا فقط بحاجة لغطاء لارتكاب جريمة إعدام قائد مقعد ترك وحيدا في ساحة المعركة. لقد رحل القشيبي ودفع رأسه ثمنا للقسم العسكري الذي قطعه على نفسه في الدفاع عن الجمهورية، وخرجت صنعاء لتوديعه في جنازة مهيبة بعد احتجاز جثمانه قرابة شهر كامل، وبقي لليمنيين أن يحدثوا أجيالهم القادمة عن قائد عسكري وطني اسمه القشيبي قتله الحوثيون قبل أن تسقط صنعاء بأيديهم.